فين الشراب؟ فين الشراب؟ تجربة رقم 2 2 4 0 غسيل الشرابات فرزة أول طاع. تجربة رقم 2 2 4 1 فرزة تاني برضه ضاع. راح فين؟ تجربة رقم 2 2 4 2 غسيل ألوان فين الشرابات؟ ضاع. تجربة رقم 2 2 4 3 ميكس أبيض وألوان ضاع ضاع ضاع. تردي علي فين الشراب؟ مخبأ سري الشراب لقيته. ايه ده جدو؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. عزيزي الشراب الاول ولا الجزمه؟ حاسب احمد ان ده سؤال ملوش لازمه. ليه يا عزيزي؟ ده طول عمره مسبب لي ازمه. يعني احنا عملنا الجزم الاول وبعد كده عملنا لها شرابات، ولا عملنا الشرابات وبعد كده طورناها بقت جزم؟ اقول لك انا، تخيل معايا يا عزيزي ان شرابك الحلو الجميل اللي بيدفيك في عز الشتاء، او التاني اللي انت لابسه وكاتم رجلك من الصبح وزمانه يعني ريحته فايحه، يعتبر من اقدم الاشياء اللي الانسان لبسها في التاريخ. الشراب ده من ايام العسل الحجري. تقول لي يا ابو حميد يعني كان شراب من الحجر؟ لا يا عزيزي، كان شراب من الخفه. بس الشراب ساعتها ما كانش له اي علاقه بالشراب الكيوت اللي حضرتك لابسه دلوقتي. علماء الانثروبولوجي بيقولوا ان انسان الكهف بنسبه كبيره كان بيلبس شرابات. تخيل بقى انسان الكهف بيلبس شرابات واحنا عمالين نقنعك ما تمشيش عارف في الشتاء. انسان الكهف كان بيبرد في الشتاء ومن حقه يتدفى. كان لما يبرد يمسك الحيوان، يقتل الحيوان، يسلخ الحيوان وما يسلخش قبل ما يذبح، وبعدين يربط جلد الحيوانات في كعب رجليه ويعمل شراب يتدفى بيه وقت الشتاء. بعدها بكذا الف سنه، حوالي سنه 800 قبل الميلاد، ظهرت الشرابات تاني، لكن المره دي ظهرت في بيت شعر للشاعر الاغريقي هيسيودس، اللي اشار في شعره ان الرومان كانوا بيلبسوا شرابات تحت السنانير بتاعتهم لما ذكر كلمه بيولي في الشعر بتاعه، وده كان نوع من الشرابات بتتصنع من شعر الحيوانات. الرومان بعدها بفتره ابتدوا يلبسوا شرابات مصنوعه من خامات تانية غير البيولي، خامات زي جلود الحيوانات او زي القماش المنسوج. وفي القرن الثاني الميلادي ابتدى يظهر اول شكل للشراب بتاعنا اللي بدانا نشوفه دلوقتي. تخيل يا عزيزي ان من اقدم الحاجات المتخيطه اللي لقيناها على الاطلاق كان جوز شرابات قديم جدا اتصنع في مصر الرومانيه في الفتره بين 250 و420 ميلاديا. تخيل يا عزيزي شراب بقاله اكتر من 500 سنه والفردتين مع بعض. انا بدخل الشراب نص ساعه الغساله بيطلع فرده واحده. ايه يا ابو حميد الفرده الثانيه بتروح؟ يا عزيزي. طب ولو جيت جبته لك؟ والشراب اللي لقيناه ده كان معمول عشان يتلبس تحت الصندل الروماني الشهير، وبمرور الزمن الشرابات بقت رمز للنبلاء في اوروبا. نبيل يبقى تلبس شراب. طب لو ادهم؟ في حرك شرعي. قبل القرن ال15 الطبقة الأرستقراطية في فرنسا وإيطاليا اتميزوا بلبسهم لشرابات مصنوعة من حرير يدوي، وقال لك الشرابات دي مفيدة جدا لحاجتين: سهولة الحركة والقدرة على التباهي إن رجليهم تبان رشيقة. هم الأرستقراطيين البريطانيين يسمعوا عن الشرابات الحرير بتاعة الفرنساويين ويقرروا يلبسوا زيها ويطوروا في شكلها كمان. يا عزيزي مش حرب عصابات، دي حرب شرابات. وفعلا قال لك الشرابات الحرير الطويلة دي احنا نطولها أكتر ونجيبها ونربطها في حزام الوسط عشان تبقى حاجة واحدة. أيوه يا عزيزي زي الكالسون. زي الكالسون اللي بيدفيه وانت مش عايز تلبسه عشان منظره مش قد كده. يا عم بقول لك النبلاء كانوا بيلبسوه. قال لا انت شكلك مش نبيل. ومش بس كده، الشرابات الحريري دي قال لك هنعمل كل رجل لون مختلف. تخيل يا عزيزي تبقى لابس كالسون رجل ابيض ورجل اسود شبه التاكسي كده. وبما ان الشرابات حازت على اهميه كبيره في اوروبا وبريطانيا، كان في شرطه مخصوصه للشرابات، شرطه شرابات في لندن 1566. الشرابات كانت تحت المراقبه الشديده والصارمه لدرجه ان شرطه الشرابات البريطانيه استخدمت تقنيات مراقبه عشان يتاكدوا ان مفيش اي حد ماشي في الشارع لابس شراب مخالف لمهنته او مكانته الاجتماعيه، واي حد مخالف بيدفع غرامه. تخيل يا عزيزي تبقى نقيب شرابات. لو انت شغال في المرور ولا في الجوازات؟ لا معلش انا في الشرابات. وقتها اصدرت الملكه اليزابيث الاولى نظام لبس للناس، والهدف كان تنظيم انواع اللبس اللي الناس لابساه على حسب الطبقه الاجتماعيه. يعني ما كانش ينفع يا عزيزي الفتره دي تلبس شراب مش مناسب لوظيفتك او مكانتك الاجتماعيه. يعني تخيل شرابك ضاع وانت نازل، قمت ممسوك فرده وفرده، تكلم الحاج تقول له الحقني يا حاج انا خدت جرحه شرابات. في الفتره دي المخترع الانجليزي ويليام لي اخترع أول مكنة خياطة سنة 1589، ومن بعدها مهنة الخياطة تحولت من مهنة بيعملها الذكور غالباً
ايه يا ابو حميد؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت قلت الذكور بيعملوا مهنه الخياطه؟ اه يا عزيزي، قبل القرن ال 16 ما كانش مسموح بصناعه الشرابات او اللبس عموما غير للرجاله بس. الراجل من دول كان يخش يلاقي مراته قاعده بتخيط شرابات ولا ايه؟ واحنا مش رجاله ولا ايه؟ بس بعد ظهور مكنه الخياطه ابتدى الموضوع يتحول لهوايه للستات في اوروبا، وخصوصا خياطه الشرابات. والهوايه دي بمرور الزمن انقذت الاف من الجنود في الحرب العالميه الاولى. الشرابات يا عزيزي كانت من اكبر المشاكل في الحرب العالميه الاولى، وده اللي خلى بعض الدول تضطر انها بدل ما تركز على انتاج اسلحه اكتر عشان الحرب تركز على انتاج شرابات. واحد يقول لي يا ابو حميد، طب ايه اللي يخلي دوله وسط حرب بدل ما تنتج اسلحه تنتج شرابات؟ الاجابه يا عزيزي هي مرض القدم الخندقيه اللي كانت السبب في موت الاف من الجنود. بجد يا عزيزي دي اكتر حرب موتنا فيها الادب ملهاش لازمه، في الاف من الجنود ماتوا عشان شرابات والاف تانيين عشان فران، والعالم كانوا داخلين في حرب كده مستمره. المرض ده عباره عن مرض بيجي في الرجلين نتيجه من الرطوبه والاماكن الساقعه، ومع استمرار بروده الرجلين ورطوبتها يبتدي الجسم يوقف تدفق الدم لمنع فقدان الحراره، وده بيؤدي بعد كده ان الرجلين بيبقى فيها نقص في الاكسجين وبالتالي تلف في الانسجه، وساعتها يبدا الجلد في الانهيار. ده غير ان القروح والبثور المفتوحه بتعمل عدوى بكتيريه او فطريه، وده يا عزيزي ممكن يؤدي الى البتر او الموت بسبب مضاعفات العدوى. وبالفعل راح ضحيه القدم الخندقيه دي اكتر من 75 الف جندي بريطاني و2000 جندي امريكي بسبب ظروف صحيه لمضاعفات القدم الخندقيه. بس تخيل يا عزيزي ان العلاج المبدئي للقدم الخندقيه هو ان رجلك تكون نظيفه وجافه، وانك تغير شرابك او جزمتك كل ما يتبلوا. تخيل يا عزيزي قاعد بتحارب ورصاص بتضرب عليك من كل ناحيه، وتروح فجأة ستوب يا شباب انا اتبليت، ممكن ساعات قائد اروح اغير الشباب بتاعي؟ انت بتهزر عسكري؟ في الحربين العالميتين عرفت الدول اللي بتحارب ان الجزم الغير مناسبه او اللي ما بتعملهاش صيانه كويس ممكن تسبب خسائر كبيره ومكلفه جدا، وده طبعا هيكون في عدد الوفيات وبدوره يخسرهم الحرب. عشان كده توفير الجزم وشرابات مناسبه للي بتدافي دي بقى هدف رئيسي للقوات وقضيه مهمه للي عايز يكسب الحرب. تخيل كده تبقى قبل الحرب بتعمل صفقه سلاح وفيها بند شرابات. ما كانش في اي دوله قبل الحرب العالميه الاولى مقدره اهميه الشرابات الدافيه والناشفه والمناسبه للجنود في الحرب، بس الاعداد الكبيره من ضحايا اقدام الخندق دي خلت انتاج الشرابات اولويه في اي تخطيط للانتاج العسكري. وهنا جه دور المهنه اللي اتخذتها الستات كهوايه وتناقلتها الامهات خلال العصور. خلال الحرب دول قليله جدا من اللي بتحارب هي اللي قدرت تحول انتاج مصانعها من انتاجها الطبيعي لانتاج الشرابات، اما باقي الدول زي بريطانيا وامريكا فكان الحل السياسي الانسب بالنسبه لهم هو تجنيد السيدات والاطفال عشان يصنعوا اكبر قدر ممكن من الشرابات يدعموا بيه الجيش، وكان اللعب على عاطفة الأمهات اللي ولادهم في الحرب. قومي يا حاجة اعملي شرابات لابنك لحسن يبرد. ولما جت الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا عندها القدرة الصناعية الكافية إنها توفر كل الشرابات اللي الجنود محتاجاها، وما كانش فيه احتياج لأدوات الخياطة المنزلية في الإنتاج. وبرغم كده فضلت المشكلة موجودة، في شرابات كتير بس برضه لسه الجنود بتموت. وهنا قرر الجيش يطبق مبدأ إن كل جندي مسؤول عن رجله ورجل زميله اللي جنبه. أيوه يلاحظ رجل زميله، لأنهم اكتشفوا إن الواحد وهو متراقب كان بيروح ينشف شراباته ورجله أكتر من وهو لوحده، ولو شرابه بل قدام زميله هيروح يغيره. البرت اينشتاين يا عزيزي ما كانش بيلبس شرابات، كان مقتنع ان رجله والشرابات حاجتين مش على وفاق مع بعض، يانا الشراب. ولما كان صغير كان كل ما يلبس الشراب من هنا يلاقي ان صباع رجله الكبير بيخرم الشراب من الناحيه الثانيه، فقرر يوقف لبس الشرابات تماما. طب ايه اللي هيحصل لو بطلت انت كمان تلبس شرابات زي اينشتاين؟ هل ده هيأثر على شخصيتك في حاجه؟ هل هناك علاقه بين شرابك وشخصيتك؟ هل هتبقى ذكي زي اينشتاين؟ والله يا عزيزي لو عملت ايه؟ ايه يا ابو حميد ليه بتقول كده؟ عشان انت عندي احلى من اينشتاين. نبي عسل عسل بيشوف الحلقات ده يا اختي عليه. الحقيقه عزيزي ان البشر هي الكائنات الوحيده اللي بتلبس هدوم، الحيوانات اللي بتلبس هدوم دي في الكرتون بس، والهدوم بالنسبه لنا بقت اكتر من مجرد وسيله للتاقلم مع البيئه المحيطه، لكنها كمان وسيله للتواصل مع العالم حوالينا. لبسك بقى يمثل هويتك، معتقدك الديني، فكرك الثقافي، طبقتك الاجتماعيه، وخصائص تانية في شخصيتك زي درجه كفاءتك مثلا ومثابرتك في العمل. يمكن كل ده انت عارفه، بس المثير للاهتمام في تطور استخدامات اللبس ده انه كمان بقى وسيله لتواصل الانسان مع نفسه. الانسان يقدر يوصل من خلال لبسه لقدرات ما كانش يعرف انها جواه، واجزاء في شخصيته في العادي مش بتطلع. وده اللي يحصل لما الانسان يلبس حاجه هو رابطها بمعنى مهم بالنسبه له. تخيل انت يا عزيزي يطلع منك كل ده. في اتنين من علماء النفس الاجتماعي اسمهم هاجو ادم وادم جالينسكي نشروا بحث سنه 2012 في المجله العلميه جورنال اوف اكسبيرمنتال سايكولوجي بعنوان انكلوزد كوجنيشن او الادراك المتعلق بالملبس. بيناقشوا سؤال، هل في تاثير نفسي لللبس اللي انت لابسه على تصرفاتك؟ هل لبسك ممكن ياثر على طريقه تفكيرك ورؤيتك للعالم؟ والاهم من كده رؤيتك عن نفسك؟ التجربه اللي قاموا بيها كانت كالتالي، اختاروا مجموعه عشوائيه من الطلبه الجامعية
متابعين في جامعة كبيرة من جامعات الغرب الأوسط في أمريكا. كانت المجموعة دي مكونة من 49 طالبة و19 طالب، متوسط أعمارهم كان 20 سنة. التجربة قسموا الطلبة لثلاث مجموعات، مجموعة هتعمل مهام معينة محتاجة تركيز، وهم لابسين بلطو أبيض، وتقال لهم بطريقة مباشرة إن البلطو ده هو نفس البلطو اللي الدكاترة والعلماء بيلبسوه وهم بيعملوا تجارب علمية كبيرة ومهمة. ومجموعة تانية لبسوا البلطو من غير أي تعليق أو ربط بينه وبين العلم والعلماء، بس يا دوبك حطوا قدامهم عالم من العلماء اللي بيقوموا بالتجربة دي لابس نفس البلطو. أما المجموعة التالتة اتقال لهم ده بلطو فنان أو عامل طلاء. تركيز الطلبة في عمل هذه المهام البسيطة كان كالتالي: المجموعة اللي اتقال لها إن هم كانوا لابسين بلطو دكتور تركيزهم كان أعلى من المجموعة التانية أو التالتة. المجموعة التانية اللي مجرد شافوا عالم قدامهم لابس نفس البلطو كانت تركيزها أعلى من المجموعة التالتة. المجموعة اللي اتقال لهم إن ده بلطو فنان أو عامل طلاء. نستنتج إيه يا عزيزي بالتجربة دي؟ بنستنتج إن في عمليتين منفصلتين بيحصلوا لما الإنسان يلبس حاجة. العمليتين دول هو إن الإنسان يلبس هذه الهدوم جسدياً وإنه يلبسهم معنوياً، وعشان هذا الملبس يأثر في طريقة تفكير الإنسان لازم العمليتين يحصلوا سايد باي سايد. عشان كده تركيز المجموعة الأولى كان أعلى من الاتنين التانيين، لأن بالتعليق المباشر إن هم لابسين بلطو علماء، المجموعة دي مش بس لبست بلطو العلماء جسدياً لكن كمان لبسته معنوياً. العلماء اللي بيحاولوا دايماً زي ما أنت عارف بيركزوا في كل تفصيلة وبياخدوا مهمهم على درجة عالية من الجدية، فبقت المجموعة زيهم. أما المجموعة التانية فبمجرد رؤيتهم القصيرة لواحد من العلماء في الخلفية لابس بلطو ما كانش كافي إنه يشد انتباههم لمعنى البلطو اللي هم لابسينه. ما بين 2012 و 2019 في تجارب كتير اتعملت شبه التجربة دي باختلاف عناصر التجربة من سن المشاركين فيها أو اللبس البديل للبلطو الأبيض، وأغلب نتائج الدراسات دي أكدت استنتاج آدم وجالينسكي: البلطو أثر على رؤية المشاركين لنفسهم. واحد يسألني: معلش يا أبو حميد، هي مش الحلقة دي كان ليها علاقة بالشرابات يا أبو حميد؟ إيه علاقة الشرابات بالبلطو هات؟ عزيزي هقول لك، الشرابات كعنصر من الملابس ممكن يتخطى فائدته المتعارف عليها ويبقى له فائده معنويه، والتاثير ده ممكن يحصل لما تربط الشراب او غيره بقيمه تانية، بيبقى زي تيشرت فريقك المفضل مثلا ويتحول لقطعه من اللبس بس بترمز لمعنى تاني اكبر. من اظرف الامثله على الكلام ده هو ملتقى ذوات الجوارب الزرقاء او ذا بلو ستوكينج سوسايتي. دول كانوا مجموعه من السيدات المثقفات اللي بيحبوا يتكلموا في العلم والادب والفن والثقافه في القرن 18 الميلادي في انجلترا. في الوقت ده كانت المواضيع دي حكر على مجالس الرجال الارستقراطيين بس، وغير متعارف عليه ان الستات يتكلموا او يفكروا على نفس المستوى من الثقافه. وبالتالي ده كان اول ملتقى للنساء المتعلمات في تاريخ انجلترا المعاصر، وكان برئاسه اغنى ارمله في انجلترا برا العيله الملكيه طبعا، السيده اليزابيث مونتاج وصديقتها السيده اليزابيث ويزي. الملتقى ده يا عزيزي زي ما قلت لك اتشهر باسم ذوات الجوارب الزرقاء لانهم لما عزموا الاسقف الانجيلي بنجامين ستيلينجفيت على واحد من اجتماعاتهم حب يتهرب بالعزومه، فحاول يعتذر ويقول ان معلش يا شباب ما عنديش شرابات اني احضر بيها مناسبه ارستقراطيه. فردت عليه الاخت اليزابيث ببساطه نفس وقالت له: مش مهم، عادي، احضر الاجتماع بشرباتك الصوفيه الزرقاء بتاعت العوام، نحن لا نهتم بهذه الاشياء. الله عليك يا ست. ومن هنا بقى الشراب الازرق الصوفي رمز بيدل على الحركه النسويه المثقفه في القرن ال 18. بمعنى تاني ان مجرد لبسك للشراب ده في الفتره الزمنيه دي بيكون ليه دلاله واهميه معنويه، وهي انك بتقبل عزومة الستات دي لمشاركتهم في نقاش مفتوح عن العلم والثقافة والأدب وبتعترف بيهم وبحقهم في المجتمع. غير كده انك تلبس الشراب ده في الفترة الزمنية دي ده يدل ان انت غير مهتم بمظاهر الطرف الارستقراطية الفارغة. انت راجل ما يفرقش معاك بتاع شراب، انت مهتم بالأفكار اللي بتتناقش والكلام اللي بيتقال. ومع مرور الوقت ملتقى ذوات الجوارب الزرقاء بقى ليه ميول دينية وانتماءات سياسية وقواعد للانضمام خلتهم محل سخط وانتقاد، فبدأت الشرابات الزرقاء يحصل شيفت بقى تستخدم في سياق تاني وتاخد دلالة معنوية جديدة، وهي الشخص اللي بيجمع معلومات كتير بس فعلياً مش فاهمها، أو الشخص اللي بيجادل للجدل، الشخص الفزلوك اللي عايز يبان وبس، اتفرج على الحلقة ويقعد يقول لي: أبو حميد فين المعلومة كذا في المصادر. فلو انت عايش في المجتمع ده في الفترة الزمنية دي وعارف دلالة الشراب ده وقابل انك تلبسه، فبكل تأكيد ده هيكون ليه تأثير كبير على تصرفاتك وآرائك في مجتمعك وقتها. أقل واجب كنت هتكون عارف انك هتواجه انتقادات لمجرد تحديك بعض ثوابت المجتمع، فهل هتكون مستعدة أكتر للرد عليها؟ بص يا عزيزي ما تخافش لو ما لقيتش رد، لانه اكيد مش هيبقى اغرب من رد القاتل الامريكي المتسلسل تيد باندي لما قالوا له: ليه قتلت البنات اللي انت قتلتهم؟ قال لهم: كنت بجمع شراباتهم. حد له شوف حاجه؟ تيد سيريال كيلر امريكي مدان بقتل واغتصاب وخطف بنات ليهم مواصفات جسديه ومراحل عمريه متقاربه في فتره السبعينات والثمانينات في القرن اللي فات، وفي اكتر من ولايه امريكيه. قبل اعدامه في ولايه كاليفورنيا سنه 89 اعترف بقتل 30 بنت، وانه كان بيحتفظ برؤوس شويه منهم كنوع من انواع التذكار. ومن اغرب الاعترافات اللي قالها برده ان
طلبات تمثل جزء كبير من حياته، وان ليها اهميه كبيره بالنسبه له، وانه حس بالفخر وقائمه الشرابات بتاعته بتتقري قدام الناس في المحكمه، وانه ما كانش يتخيل ان ممكن حد يفكر يسال عن سبب تجميعه للشرابات دي كلها. اعتراف غريب يخليك مش فاهم ايه الفخر الكبير ده بمجموعه شرابات. واتاري ان الدلاله المعنويه المتمثله في امتلاكه لكل الشرابات دي بتمثل رغبته في القتل والتعذيب والاغتصاب، بحيث ان كل جوز شرابات بالنسبه له بيمثله ضحيه. تخيل يا عزيزي، الراجل ده بالنسبه له الشرابات كانت تمثل ايه، وان جمعه للشرابات كان زي جمعه لرؤوس ضحاياه. وعلى جانب اخر من نفس القاره، وبعد اعدام باندي بخمس سنين تحديدا سنه 1994، حدا من اعظم سنين العالم، اتخرج من الجامعه تاني اصغر رئيس وزراء في تاريخ كندا، جاستن تردو. بالنسبه عزيزي، تعرف مين رئيس كندا؟ طب مين مالك كندا؟ الملكه اليزابيث. الملكه اليزابيث بتاعت بريطانيا يا ابو حميد. ايوه عزيزي، هي الملكه الرسميه في كندا. جاستن ترودو الراجل اللي حاصل على 2 بكالوريوس، واحد في الادب واحد تاني في التربيه والتعليم. خلي عزيزي، الراجل واخد بكالوريوس في الادب والتربيه والتعليم، ايه يا واد الاخلاق دي كلها؟ ده اكتر حد محترم في العالم، ادب وتربيه وتعليم، واخدهم من جامعات كنديه مرموقه زي جامعه ماجيل وبريتش كولومبيا بي سي. الرجل السياسي الناجح اللي دخل انتخابات مجلس النواب سنه 2008 وقدر يكسب كرسي مقاطعه كيوبيك في كندا، واللي وصلته لكرسي رئيس الوزراء في 2015. يطلع بعد كل الانجازات دي في الاخر سبب شهرته الرئيسي مش اي حاجه غير شراباته الغريبه. ده الدعم من عندك ده يا ابو حميد. ايوه يا عزيز، لما الحلقه تعمل بس ازاي؟ ها، عمك ترودو مش بيفوت مناسبه او لقاء مع شخصيه سياسيه كبيره غير لما يلبس شرابات فاقعه او غريبه او حتى غير متناسقه يلفت بيها الانظار. في اوقات كتير الشرابات اللي بينقيها بيبقى ليها معنى واضح بيحدد موقفه العام تجاه قضيه معينه، زي مثلا لما قرر يلبس شراب مكتوب عليه عيد مبارك بيهني بيه العالم الاسلامي بعيد الفطر في يونيو 2017، او في نفس السنه لما قرر يحضر اجتماع حلف الناتو في بلجيكا وهو لابس شرابات عليها لوجو الناتو، تعبيرا عن ان كندا بتدعم تحترم سياسات هذا الحلف. تخيل عزيزي رساله سياسيه وضخمه زي دي تبقى موجوده في شراب. او في 2016 لما ظهر في اجتماع لغرفه التجاره الامريكيه بشرابات عليها جماجم ملونه، تعبيرا عن رفضه لبعض السياسات الخارجيه الامريكيه في فرض ضرائب على الدول اللي بتتعامل معاها. ده غير اول ظهور ليه كرئيس وزراء في 2015 لما لبس شرابات عليها علم كندا، تعبيرا عن ولائه للبلد اللي جاي يخدمها. من هنا الشرابات في العموم عند ترودو اكتسبت دلاله معنويه، وهي انها مربوطه مباشره بارائه ومواقفه ووجهات نظره، وده بالتاكيد بيأثر على تصرفاته وطريقة تفكيره. تخيل يا عزيزي لو ترودو دلوقتي قرر يظهر في اجتماع وهو لابس شراب الوانه او الرموز اللي عليه مش متماشية مع الحدث، ايه هيكون رد فعل الناس؟ طب هو ذات نفسه تفتكر هيكون مرتاح او واثق من نفسه او من تصريحاته؟ وهو يا عيني تلاقيه اصلا مش قصد اي حاجه بشرابه المره دي. يا شباب، الشرابات ما طلعتش من الغسيل. ترودو لو قرر ما يلبسش شرابات زي البرت اينشتاين شخصيته هتتأثر، لان شرابه ساعتها ما بقاش مجرد شراب، شرابه بقى بيحمل دلاله معنويه بالنسبه له وبالنسبه للاعلام والعالم اللي حواليه. شفت يا عزيزي الشراب مهم ازاي؟ بس مش اهم المصادر، مش اهم من الحلقات اللي فاتت، ولا اهم من الحلقات الجايه، ولا اهم من السبسكرايب، ولا هجيبك من شراب. وانا بحب الشرابات. انا من هنا يا عزيزي احب اطلق حمله اروى الشراب، كل واحد في التعليقات يحط اروى الشراب عنده، واللي هيحط اروى الشراب هيكسب. ايه يا ابو حميد، هيبقى كسب جائزه اروى الشراب؟ اقول لك يا عزيزي على اروى الشراب عندي ده شراب بقى ومشروب وكده.